من الشباك اكيد متجوزين. الله يسامحك. خليه على الله، كله بأوان. ونعم بالله. انزل. ما ردتش عليا يعني؟ هنعمل ايه بالليل؟ لا انا براء النهارده، انا يا دوب هورد الفلوس واروح المطار اجيب اخويا الكبير. عقبال امالتك بقى، جاي من العراق بعد غيبه 7 سنين. صباح الفل يا عم خليل. صباح الورد. خش. يعني انت مش جاي؟ ولا اكني بكلم نفسي انا. ها؟ يلا انا قايل لك من تحت انجز. انت مالك غامض النهارده؟ مين الراجل ده؟ فيه ايه؟ مساء الخير. مساء الورد. الفاتوره واوردر تسليم الكاميرات بتاعت البنك والفلوس. يا جدع انت بقول لك مساء الورد تقول لي فاتوره وفلوس وكاميرات، هو انت ايه؟ على طول متصربع كده، ما بالراحه شويه، ولا انت كده على طول حاني؟ انت عايز ايه يا هاني؟ يا راجل بقول لك مساء الورد. مساء الجمال. برضه الفاتوره واوردر تسليم الكاميرات والفلوس. يا بوي هو ايه ده؟ انا هعمل تليفون من عندك وطير. بقول لك ايه؟ لا تطير ولا ترقد، خليك مكانك هنا لغايه ما اقول لست اللي هو انا جيت. لا هستناكي. خش حديده. ده يا ولد يا ولد. استنى 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 ارد على التليفون. استنى. الو. الو مساء الخير يا استاذ عثمان. انا عمر. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ربنا يديمها نعمه. ممكن اكلم علي؟ موجود جنبي. حاضر ثانيه واحده. اتكلم. الو يا علوه. عمر. ايه ده قفشت ابوك كده من اول كلمه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ بلعب. ماشي يا سيدي. كسبان ولا خسران؟ شويه كده وشويه كده. يا رب دايما كسبان يا علوه. شكرا. مالك يا رب تكلمني اكنك مزنوق وعايز تروح الحمام كده؟ عايز اكمل لعب. طب يلا. ممكن تديني ماما او عم عثمان اكلمه؟ ماما مش هنا، هديك بابا. بابا بابا. تعال اكلم عمر. حاضر. ايوه يا عم. ايوه يا استاذ عثمان. معلش انا عارف ان بكره يعني مش اليوم اللي باخد فيه علي عشان يقضي معايا، بس كامل اخويا جاي من السفر وما شافش علي من يوم ما اتولد، فيعني لو ينفع اخد علي بكره من المدرسه يقضي معاه اليوم وابقى ارجعه اخر النهار. طبعا يا عمر الموضوع مش محتاج استئذان. اي وقت. هي حياه مش هنا، لما تيجي هبلغها. شكرا. سرحين. انت هتف ولا ايه؟ بفكر. طب سيادة اللي هو عايزك جوه. ادخل. صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا عمر. ده عنوان الفيلا بتاعت نبيله هانم. مستنياك من بدري. تاخد معاك الواد صبيه ده اسمه شماته يا باشا. شماته. وتروح هناك على طول. على طول؟ ده اللي هو امتى سعادتك؟ اري يا عمر. دلوقتي. تروح دلوقتي حالا. حالا ازاي بس سعادتك؟ طب انا عندي فكره يا باشا. ما تبعت الواد انور وهو قاعد طول النهار ما بيعملش حاجه وعمال يشرب سجاير. انور دلوقتي بيشرب سجاير في الاوضر بتاعه في المعادي. يلا. المقايسه كلها مش هتاخد اكتر من ربع ساعه. والفيلا قريبة. بطل بقى الحاجة الفاضية بتاعتك ديت عشان تزوغ من الشغل. يا باشا والله ما حاجة، أصل الفكرة كلها أنا أخويا الكبير جاي من السفر النهاردة، عايز بقى أروح المطار واستقبل. يا حبيبي، أنت طول الوقت بتشك من قلة الفلوس، روح أعمل المقايسة بتاعتك. كاميرا ولا اتنين وتاخد حقك، يلا. طب عندي فكرة يا باشا، الواد سيد بدل ما يروح الله الوطن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كنوبة. طب الذين وهيجي امتى يا بنتي؟ بقول لك جاي النهارده ان شاء الله. عايزه الحق اروح عشان اساعد ماما. وهتتصرفي ازاي دلوقتي؟ انا عارفه بقى الغلب اللي احنا فيه ده. طب اخش اقول له عايزه اذن؟ ما فيهاش حاجه، انت عمرك ما خدتي اذن، وبتهيالي ان هو مش هيقول لك لا. خشي كلميه.
على الدخله. يا روحي على الدخله. خير يا فاطمه؟ خير ان شاء الله يا حاج. انا كنت بستاذنك بس اروح بدري ساعتين. ليه؟ خير كفلة الشر. لا لا خير ما تقلقش. اخويا اصله بس راجع من بره النهارده ان شاء الله وعايز اروح عشان اساعد ماما، يعني كملنا صحتها على قدها. لا لا الف سلامه لماما. لا ده الواجب عليا اجيب الدكتور بتاعي واروح لها لحد باب البيت واطمنها عليها. لا لا يا حاج كتر خيرك، مش للدرجه دي. انا مش عايزه بس غير اذن اروح بدري ساعتين. امرك واجب النفاذ يا بطه. شكرا يا حاج. من فضلك بس يا حاج سيد، يا ريت تندهني فاطمه زي ما بتنده بقيه زمايلي. عن اذنك. وماله؟ بيصير القماشه الخشنه تنعم والكنزه تعرض ولا داعي للقلق. وانت بتقدرني معاك ليه يا عمر؟ الله انت ادرى مني بنوع الكاميرات المناسبه هنا. انا كل اللي يهمني ان انا عايزاها تكون صغيره وتتحط في اماكن محدش يقدر لا يلاحظها ولا يميزها. فهمت حضرتك. بقى الفيلا بس بسم الله ما شاء الله يعني حجمها كبير، هتحتاج كاميرات كتير يعني. انا مش محتاجه غير واحده بس، مش هنحطها هنا، هنحطها في اوضه النوم. اوضه النوم؟ تعالى معايا اوريك. اوضه النوم؟ ايوه تعالى معايا. تعالى تعالى معايا. هاجي معاك. انت عايز تصوري ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. انا مسافره مع ماما لمده شهر. مش كتير شهر؟ هي فتره العلاج كده. هي عندها ايه بس؟ الف بعد الشهر. عيانة ومحتاجة فترة علاج لمدة شهر. خلاص انتوا أدرى بقى، أنا شخصياً مستكتر شهر بقى. اتفضل. أوه يا نهار أسود ومنيل. ست مين اللي تاخد مكانك في غيابك يا ست هانم؟ ده في ماسورة نسوان هتضرب في البيت وأنتِ مش موجودة. بقى بذمتك في ست تسافر وتسيب جوزها في أوضة زي دي لوحده؟ ده مش محتاج شيطان يوسوس له، ده محتاج شيطان يهديه. يبقى فضل شوف شغلك وحدد لي مكان الكاميرا فين. حاضر. ده ايه ده؟ انت بتدور على ايه عندك؟ اشوف مكان نحط فيه الكاميرا عشان نشوف المصيبه اللي عايز يعملها. طب مبدئيا كده احنا هنحتاج كاميرتين في الاوضه دي. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ السير كبير فممكن مع الشقلبه سعادتك الوشوش ما تبانش. الشقلبه؟ ماشي. مش كده ولا ايه؟ تمام. البيت ده فيه اوض تانية؟ اه، في تلات اوض تانية غير الاوضه دي. تلات اوض فيهم نفس السرير ده؟ اه، نفس الحجم. يبقى هنحتاج في كل اوضه كاميرا، وانا مش ضمني هيعمل عمليته في انهي اوضه؟ عندك حق. مش كده؟ ايه ده شباب؟ نسينا المطبخ. ايه؟ هيقعد في المطبخ كمان؟ يا هانم المطابخ ياما شافت بلاوي. المطبخ من هنا، اتفضل معايا.